قائد في النادي الاهلي النهارده في الملعب. مفيش قائد، تحس ان ما تلاقي في حاجه غلط، بيتكلم واقف الناس وتحرك ونضغط ونروح. الحته دي النهارده ايمن طول عمرها في النادي الاهلي في الملعب مدير فني، حتى في وجود احمد فتحي ووليد سليمان الشوط الثاني. لكن احمد فتحي نزل امتى؟ احمد فتحي نزل وخلاص، حس ان الملعب بقى مش مرتب. لكن دايما بتحس ان كان في، يعني لو يرجع بالذاكره كده، كل جيل او كل جيل في واحد تحس ان هو مدير فني في الملعب. امتى يوقف الكوره، امتى يهدي اللعب، امتى يعمل ضغط، امتى يتكلم. ممكن يبقى وحش قوي ايمن، لكن الكلام نفسه بيحمسك. دي غايبه النهارده من النادي الاهلي. يمكن معلش هقارن نادي الزمالك، لا طارق مع اني يعني ما بحبش اسلوبه، بس تحس ان هو متحمس قوي. ساس لما يمسك الكوره تحس ان في هدوء في الملعب. احنا دي كانت غايبه عننا. الريتم نفسه سريع قوي، يا اما بطيء قوي، يا اما الاخطاء، يا اما في حاجه غلط في الملعب. هو ده لازم يبقى في واحد، مش لازم كابتن فريق على فكره، كابتن فريق الشناوي بعيد قوي انه يتكلم، في حد في الملعب. ودايما بيبقى كل خط بالظبط يا عادل، وفي واحد بيبقى هو اللي بيتكلم بقى، مساك شايف الملعب كله، فيبدا يتكلم يا عادل، اتكلم يا عادل، يرجع محمد، فاهم انت ايمن؟ بتفرق اول حاجات دي. النهارده لا، النهارده غايبه تماما عن النادي الاهلي.